الحقيقة كان من المفيد كمان ان احنا ندخل جوه مكاتب واقسام وزارة الموارد المائية والري عشان نعرف الوزارة دي بتشتغل ازاي، لان احنا يمكن الصورة الذهنية اللي عندنا ما فيهاش معلومات كتيرة بنعرف منها الوزارات بتشتغل ازاي. فوزارة حيوية زي وزارة الري والموارد المائية مهم ان احنا نفهم بيشتغلوا من جوه ازاي، لان دول الناس اللي بيشتغلوا على المياه بتاعتنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. احنا هنا فين؟ احنا في الاداره المركزيه لنظم الرصد والاتصالات او المسمى التليمتري. هي المكان في الوزاره اللي بيوفر اللي بيأهل التكنولوجيات الحديثه والانظمه الحديثه في مجال الالكترونيات والاتصالات لخدمه اعمال اداره وتوزيع الميه في الوزاره. فاحنا بنقدم ادوات، الادوات دي عباره عن ان احنا بنعرف السادة المديري توزيع المياه في الادارات المختلفة في المحافظات والسادة المسؤولين ومتخذ القرار في الوزارة عن حالة المياه في جميع الترع والقنوات من ساعة ما المياه بتخرج من السد العالي لغاية ما توصل البحر. حالتها بمعنى ايه فهمت؟ حالتها كميتها قد ايه؟ بحيث ياخد القرار المناسب كمية. وتوسعنا الوقت كمان لان النوعية لا تقل اهمية عن الكمية، فبرضو المياه شكلها ايه وكميتها قد ايه؟ بيبقى في بيان واضح لكل المحافظات والمسؤولين الخاصين بتوزيع المياه فيها، في المكان ده في مياه كميتها بهذا الحجم ونوعيتها بهذه الدرجه. النوعيه لسه مش لسه في سكيل صغير يعني، والكميه هي اللي احنا مهتمين بيها الوقت اللي بتتم اوتوماتيك. الكلام ده بيتم اوتوماتيك، ان عندنا هنا 2 كمبيوترز بيلفوا على المواقع كلها اللي موجودة على النيل والترعة الرئيسية والترعة الفرعية حتى قدام السد العالي، ويجمعوا البيانات بتاعت مناسيب المية اوتوماتيك بدون تدخل عنصر بشري. تيجي هنا في تتخزن في قواعد بيانات، واخد لقطة او صورة من البيانات دي كل ساعة كل نص ساعة على حسب اهمية الموقع، وبيتتبعت كل مسؤول مهتم بمواقع معينة بتروح له البيانات على الموبايل بتاعه. كويس جدا، ده يوفر معلومات واضحه جدا عشان كيفيه كده ياخد قرار مناسب وفي وقت مناسب وفقا بناء على بيانات صحيحه. بس فانا سهلت الدنيا خالص، وبصرف النظر عن مكان متخذ القرار، هو في اسوان وبيمانج وبيدير حاجه كده جات له حاجته على موبايل، يقدر ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب. طيب سمعنا من معالي الوزير ان حضراتكم اشتغلتوا الجهاز ده اشتغلتوا عليه عشان يحدد لمهندس الري او للفلاحين كميه المياه اللي في التربه قد ايه. ممكن حضرتك تدينا فكره عن الجهاز ده؟ طبعا. احنا زي ما قلنا التليمتري حضرتك الهدف في الاخر ان انا احافظ على كل قطره مياه موجوده في مواردنا نتيجه محدوديه الموارد وزيادة الطلب عليها والكلام ده كله. فده كان ده كان اتجاه من الاتجاهات برضو ان انا احافظ على كمية المية. انا طلعت مية من عندي من الترعة راحت للغيط او للفلاح. فالمية برضو مش كتر مية بيديني كتر انتاج، ده بالعكس، ده قلة المية اضرارها على النبات زيها زي كتر المية. فأنا يعني المفروض عشان أوصل لإنتاج عالي أو إنتاج مثالي إن أنا أدي كمية المية المناسبة في الوقت المناسب. فده بيساعدني إن أنا أعرف الأول حاجة الجهاز ده طمن ده حضرتك بينزل في التربة إحنا الـ الحاجات اللي بتتباع في السوق طولها محدد، لكن ده أنا بتحكم في طوله بحيث يوصل اللي يهمني المية اللي عند الجذور، فبحيث يوصل لأطوال مختلفة من جذور النباتات وينفع لزراعات مختلفة. يعني بيتم غرسه في التربة. لما بيتم غرسه بيقيس مستوى المية. أيوة. في عندنا جاف يعني جاف يعني التربة ما فيش مية. رطب يعني خلاص الأرض مش محتاجة مية، مش محتاجة أديلها مية وأضيعها. مشبع. متشبع أو مشبع. مشبع يعني فيها ميه كتيره زيادة. خلاص خدت ميه زياده، لان ساعات اهالينا الفلاحين بيتصوروا ان الميه قليله في التربه فيجي يقولوا بس فدي ده الوقت في المستوى ده احنا نوزعه لمهندسين الهندسات بحيث اي شكوى للري المزارع جاي يشتكي يقول انا ما عنديش ميه ولا ما عنديش حاجه هنحط الجهاز. انا سمعت ان ده من معالي الوزير ان ده اختراع مصري. هو تصنيع مصري، هو نظريه معروفه اللي هي نظريه ان في 2 معدن، واذا الاثنين معدن دول اتحط فيهم
وسط معين وليكن التربه وتكون فيها ميه، الميه موصله جيده للكهرباء، فبتروح محرك المؤشر ده بتولد فولت. الكلام ده اكنه بطاريه، يعني حتى لو خدت الطرفين ووصلتيهم مثلا بحاجه بتشتغل ببطاريه هتشتغل. بيتكلف كام تقريبا ده يا فندم؟ ده بيتكلف 100 جنيه تقريبا. 100 جنيه وهيبقى موجود مع المهندسين هيكون موجود على مستوى. خلصنا خلصنا تصنيع 100 عداد وهنوزعهم دلوقتي على مهندسين الري عشان اقدر اعمل تقييم لي. طب ينفع نعمل مصنع لده؟ اه يا فندم هو ده يعني. ان شاء الله بعد التقييم لو اثبت كفاءه يعني لو ده بقى موجود مع كل اهالينا الفلاحين في كل مكان. أيوة. هيقدروا يقيسوا بشكل اعتمادا على انفسهم حتى خلاص لانه سهل واحنا عملناه طبعا بيتباع عملناه بالعربي ومؤشر والكلام ده وجربتوه هنا؟ يا فندم هنا في الزهريات. احنا عندنا 3 زهريات. زهرية فيها مية رطبة يعني مش محتاجة مية عشان المؤشر على الاخضر على الاخضر قريب يعني خلاص. يعني المية كافية وكويسة جدا بالاضافة بقى ان المزارع لازم يعني الوعي بتاعه يفهم اذا المية الزيادة دي هتأثر له على الانتاج يعني هتقلل الانتاج ده بيتم غرسه زي ما انا توقعت كده. طبعا كل ما بينزل في التربة كل ما المية بتبان ومش بالشكل. في ناس يقولوا ايه انا عندي بالاحساس لا ده احساس علم بقى. انا مش قادر ده انا اوصل للجدر الجدر واصل له مية يعني ممكن دي يكون بعيد عن الجدر ضيق دي ما فيهاش مية جفاف دي جافة المؤشر عطينا على احمر والتانية متشبعة أو فيها مية زيادة. فيها مية زيادة عن المية زيادة بس ال 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 زي ما قلت لحضرتك احنا بنقيس منسوب المية بصورة أوتوماتيكية ونبعتها للسادة المسؤولين وبحيث ياخد يعرف منسوب المية قد ايه. في مية قليلة يروح مزودها، في مية كتيرة يروح يلحق كده، بالإضافة لأنه بيتابع تنفيذ التعليمات دي لأنه بيجيله بعد نص ساعة أو بعد ساعة البيانات التطورات فهل فمش بس فبيراقب الميه بيراقب تعليماته اتنفذت ولا لا. وسعنا التليمتري برضو عشان ده فين في الاجهزه دي ده يعني ده مثال مثلا المصارف دي لو مناسيب الميه في المصارف لو نزلت مطر وفي المصارف ميه هتروح ممكن تغرق الدنيا وتقطع الجسور فاحنا بنراقب مناسيب الميه وبندي لو خضرة يبقى هي منسوب امن النقط الخضرة دي هي المناطق اللي براقب فيها المنسوب طول ما هي خضرة كل ما المنسوب امن لو في مشكله بتبقى بتدي احمر فبس فبقدر اعمل زي يعني طلمبات الحارس دي فيها كده خلاص مفيش مشكله لا خطر هنا لا مش خطر لا ده السيمبل بتاع النقطه الخضرة اهي دي سيف دي امنه هو الوقت مفيش مطر ولا في حاجه فالدنيا امنه بس فدنا قوي في مساله السيول هي طبعا فندم ما هو كان زمان الغرض من التليمتري اللي هو مساعده متخذ القرار ومسؤولي توزيع المياه في اعمال اداره وتوزيع المياه لا الوقت الهدف توسع ده انا كرايس مانجمنت يعني اداره ازمه واداره مخاطر اما انا المطر نزلت في يعني توسعها هتلاقي دي شرق الدلتا عشان اكثر منطقه تعرضا للمطر والمشاكل فبس فاديت له زي نظام انذار مبكر ده خد بالك المنسوب في المصرف ده وصل لمنسوب حرج لو سمحت انتبه وكلم المسؤول عن توزيع الميه اللي هو كان التليمتري معمول له بحيث ما يحطش ميه تاني في الترع عشان ما تروحش للمصارف عشان ما يحصلش كارثه. بالاضافه لكده برضو انا بقى عندي انفراستراكشر موجود. قاعده بيانات بتقول لي عندي سيستمز اجهزه بتقيس ممكن اخد جهاز الرطوبه ده واوصله عندي مع منسوب الميه يبقى انا قست جهاز منسوب الميه في التربه ومنسوب الميه في الترعه. زودنا برضو بقينا نقيس البيانات المناخيه كميه المطر سرعه الرياح اتجاه الرياح استغليت الاجهزه الموجوده لاني عندي اجهزه بتقبل اي قياسات عندي وصلت اتصالات عندي كمبيوترز واجهزه بتلم البيانات وتاخدها تبعتها لكل مسؤول فاستغليت الانفراستراكشر ده وقدرت اتوسع بيه في حاجات كتير. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.
واحنا في جولتنا في وزاره الري لفت الري والموارد المائيه لفت نظرنا ان في مركز اسمه المركز الاقليمي لاخلاقيات المياه، فقلنا يبقى في فرصه كمان ان احنا نتعرف على هذا المفهوم الجديد اخلاقيات المياه من الدكتور حسام الامام مدير هذا المركز. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. مفهوم جديد اخلاقيات المياه، ما الذي تعنيه هذه الكلمه؟ يعني هي ببساطه شديده زي ما بنقول انا بتعامل مع أخلاق المجتمع، مبادئ وعادات وأعراف وقيم، لو أنا ما اتبعتهاش فالمجتمع بيصفني بشخص يعني عديم الأخلاق أو ما عندوش أخلاق. فبالظبط في المهن نفس الفكر موجود، بس بنقول عليه أخلاقيات. أخلاقيات هي المبادئ والقواعد والقيم اللي بتحكم سلوك الشخص في ممارسته لمهنة معينة. طيب ايه علاقة ده بالمية؟ بالضبط. المية عندي انا هعتبر ان كل الناس اللي بتستخدم المية ناس مخاطبة بهذه القواعد، لان كل العالم بيستخدم المية، والمياه هي الحياة، water is life. وبالتالي عايز اقول لحضرتك ان ده المورد الطبيعي الوحيد اللي جميع الخبراء والفقهاء اتفقوا في فترة التسعينيات على ان يكون في حاجة اسمها اخلاقيات للمياه. ما فيش حاجه اسمها اخلاقيات استخدام الذهب ولا الفضه ولا البترول ولا حاجه خالص، هي الميه فقط. وكان في مقترح زمان ان يتم انشاء ثلاث مراكز على مستوى العالم، واحد في النرويج، واحد في استراليا، واحد في مصر. بالحظ الحلو ان مصر تبنت الفكره بسرعه، وفي 2003 تم انشاء هذا المركز، وتوقفت انشطته في 2011 لحد ما جه الدكتور محمد عبد العاطي واقترحت عليه فكره اعاده احياء هذا المركز، وفعلا عدنا احياء المركز في 2016. المركز ده بعد ما عدناه الحياة اكتشفنا ان هو الوحيد على مستوى العالم، المركزين التانيين لم يتم انشاؤهم. انشطته المفروض تغطي المنطقة العربية وافريقيا وليس داخل البلاد، لكن طبعا لازم، عشان كده اسمه المركز الاقليمي. لكن انا طبعا لما جيت توليت المركز قلت لازم انشطتي تتناول مصر قبل هي اي حد. ايه الانشطة دي يا دكتور؟ انشطتنا بقى حضرتك عندنا ممكن بنعمل ندوات في جميع المكتبات والجمعيات العامة. دي بتخاطب رجال، أطفال، نساء، وعملنا محاضرات كتير وموجودة عندنا، يعني الأفلام بتاعتها هذه حاجة سي دي من احنا عاملين. بنعمل ورش عمل عندنا هنا في المكتبة زي تعتبر إنتاج ذاتي عشان ما تكونش مكلفة بالنسبة لي، وبشتغل على جميع الطلاب الأفارقة اللي موجودين في مصر، دول عددهم يعني يتجاوز 30-40 ألف طالب. إيه القيم أو الأخلاقيات اللي إحنا مهتمين من خلال المركز ده إن إحنا نغرسها أو ننشرها؟ كتير، وعندي حضرتك برضو حاجة منها. أولها مثلا حاجة اسمها حقوق الإنسان وكرامته. إحنا بنقولها ببساطة، ويمكن نقول طب ما أنا عارف إن المية من حقوق الإنسان، بس لما أجي أقول للشخص اللي مثلا واقف بياخد دش أحسب لي كمية المية اللي أنت خدت بيها الدش، وبعدين إسهالي بشفشق صغير كده، أنت من حقك تستحمى بشفشق واحد. ده الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستحم يعني شويه ميه قد كده وبيتوضا بشويه ميه قد كده. ولما الميه بتقطع نبعدها عن الدين. انا جربت لما الميه تقطع اجيب شويه ميه قد كده وبكوبايه اخد الدش بتاعي، وكان بيفضل شويه صغيرين في الاخر كده، والمضطرب يركب الصعب. صدقيني حضرتك كلنا لو حصل الموقف انا بدعوكم كلكم يعني تجربوها. يعني المركز ده في فكره الاخلاقيات مهتم بفكره القيم الخاصه بالحفاظ على هذه النعمه اللي هي الميه، وازاي نستخدمها والقواعد اللي بتربط ده بالزبط. باعتبار ان دي قيمه انسانيه. بس انا بقى خاطب بقى الجزء العاطفي عند الانسان المستخدم والمدير نفسه. انت دلوقتي كنت بكمل حضرتك، كل شويه ميه زياده انت تاخدهم انت سرقتهم، مش بتوعك، بتوع حد تاني هيشتكي ويقول مش لاقي ميه. وبالظبط لو طبقنا دي على الزراعه، اللي هيزرع محصول رز فدان مخصصين له ميه، بقوا فدانين انت خدت الميه او سرقتها بتاعه حد تاني قاعد دلوقتي بيزعق ويقول مش لاقي ميه. وكرامه الانسان لها علاقه فظيعه. تخيل حضرتك لو واحد مش لاقي ميه لنظافته الشخصيه، دخلت في كرامه الانسان. مبادئ كتير زي الجوار والقرب. دي بتخاطب برضو دول زي دول الجوار عندنا، لما اجي اقول له من حقك تستخدم الميه في دول المنابع. بس تستخدمها مع مراعاة ثلاث حاجات، هو عمره ما هيقول لي لا عليهم. ان انت لا تتدخل في تدفق النهر، ما تحولوش شمال ولا يمين. ما تلوثوش، لان اي تلوث عندك هيوصل لي انا، المايه ما ترجعش لورا. صحيح. ما تسببليش ضرر ملموس، انا هقبل منك ضرر اقدر اتحمله. كل دي مبادئ، والشفافيه والتعاون والاستخدام العادل والمنصف والمعقول وعدم الضرر وحسن الجوار.
مبدأ ايوه مهمة جدا. الملوث يدفع، الملوث يدفع دي مهمة جدا. يعني اللي بيلوث المياه متصور ان انا بفرض عليه غرامة عشان الم فلوس للدولة، لا مش كده خالص. ما تلوثش ومش عايز منك فلوس، بس خد بالك انت وانت بتلوث الاخلاقيات، ان انت بتقتل ابنك وبنتك وزوجتك واخوك واختك. ده عايزين نشوفه في المدارس بشكل اوسع. انا عملت الكتاب دلوقتي وان شاء الله هبدا، بس هو محتاج مني ان انا انتج كميه اكبر. ممكن وزاره التربيه والتعليم تساعد في ده. احنا عاملين بروتوكول معاهم بالفعل، وان شاء الله نخاطبهم في ده ونبدا يعني نوريهم الشغل بتاعنا. هو حاجه زي كده حضرتك، حاجه بسيطه وسهله جدا، تعريفيه، وبحط لهم فيها شويه حكم وامثال تبسط الفكره للناس. اذا كان الانسان ذو اخلاق فهو واحد. واذا كان ذو جمال او ذا جمال فاضف الى الواحد صفر يبقى 10. واذا كان ذا مال فاضف صفر اخر، يعني هي الميه كمان ثروه، يبقى 100. واذا كان ذا حسب ونسب 1000. الحسب والنسب ان هو يعني عنده ميه بقى وبيحمل اكتفاء وحاجات. لا هو لو طبقنا ده على الميه، انا كحسام لو عندي اخلاق اديني درجه، عندي مال كمان اديني كمان، يبقى عندي 10 درجات بس هيبقى صفر. عندي حسب ونسب زودي كمان صفر، ففي الاخر بقى عندي 1000. لو شلنا الاخلاق اللي هي الواحد فانا اصبحت مجموعه من الاصفار. من الاصفار. فالاخلاق هي الاهم من كل حاجه. فكره تانية. فكره حلوه قوي. بالظبط. وفي حاجات كتير. بصي، الانسان بلا اخلاق كالشجره بلا اوراق. بلا اوراق. بتحاول وجوه بقى حاطين كل المبادئ بشكل مبسط، الطفل اللي عنده 10 سنين يقراها يفهمها. ده كانها قصة كده بتحكي للإنسان أو للطفل أهمية المية. بالإضافة احنا أنتجنا مؤخرا سي دي حاطين عليها جميع الآيات القرآنية اللي ذكرت فيها كلمة المية، وعاملينها بست لغات، إنجليزي وعربي وفرنساوي وأمهاري اللي هو اللغة الأثيوبية، وسواحيلي، ولغة كمان نسيت والله هي ايه، بست لغات مجمعينهم على. محتاجين انتشار أوسع لهذا المركز، مركز الإقليمي للأخلاق. حضرتك شايفة إمكانياتنا صغيرة، بس أنا في خلال سنة يعني الحمد لله لو دخلت عملت سيرش هتبص تلاقي المركز سمع في اماكن كتير جدا الحمد لله. شكرا يا دكتور. احنا اللي بنشكرك. شكرا يا دكتور.